أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العميق للدول التي ما زالت تقف إلى جانب الحق. كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الملف؟ كيف يمكن أن نخرج سوريا من الأزمة التي تعيشها؟ هي الدعوة القائمة فيها هيئة التفاوض، هو اجتماع عام لهيئة التفاوض، يعني هي مبادرة مننا نحن دعيناهم، هي أكثر أنه يسمعوا مننا من أنه نسمع منهم صراحة، لأنه هن يعني مستمرين بنفس الطريقة. هي موضوع أنه حل سياسي ولاءات ثلاثة بس، ما في أي شغل لهذا الموضوع. فنحن كان عندنا يعني اجتماعنا وعم نناقش أنه طيب شو فينا نعمل بهالاستعصاء اللي قائم في سوريا، ما بصير أنه نضلنا نعيد ونكرر نفس الموضوع، يلا دعوة لجنيف بيجوا لجنيف ما بيجوا لجنيف. يعني هدف كان الاجتماع حقيقة هو أنه نسمع من الدول شو عم يفكروا هن، لوين الأمور، في إلنا مطالب الأمور الإنسانية، اليوم وضع سيء جدا حقيقة خاصة مع تخفيض الدعم الإنساني. في الحقيقة لم نلمس شيء جديد بالمواقف، لكن هناك تأكيد وهذا مهم بالتمسك بالقرار 2254 كمدخل أساسي للحل السياسي في سوريا، والتأكيد على دعم المعارضة وهيئة التفاوض بالتحديد وكذلك المجتمع المدني في إطار التكامل بين جهود المجتمع المدني وهيئة التفاوض التي تمثل المستوى السياسي في السعي من أجل إبقاء العملية السياسية حية والدفع باتجاه تنفيذ القرار 2254 بكافة مندرجاته. أنا انبسطت بالحكي اللي حكى، لأنه لأول مرة حدا بيحكي بصراحة. المندوب الإيطالي حكى أنه مسألة وقف أو عدم وجود تطبيع مع النظام مو بالضرورة يؤدي لحل، بمعنى فيك تفهم لحالك أنه تطبيع مع النظام ممكن يؤدي لحل. بالتالي في حدا من هاي الدول الغربية المرة الأولى عم بيحكيها بصراحة. هيئة التفاوض وما زالت تعمل ضمن ظروف صعبة لإبقاء الملف السوري حاضرا دوليا، وخاصة The Syrian people are suffering for too long, and in order to tackle the suffering we need to have a political process. This is why we believe the resumption of the constitutional committee is the way forward in order to tackle the root causes of the conflict. The problem in Syria is not only humanitarian, it's also deeply political, and I believe that these two issues are absolutely related. This is why I hope that that Damascus will engage and will participate in the Constitutional Committee in Geneva next month.